طبيب، تذكري بنتي مالك اي رفيقة من الضيعة؟ بتكون انتقلت مع اهلها من زمان على اسطنبول لهون، وهلا دريت انك انتقلتي لهون واجت تسأل عنك. لا ما بعرف حدا. بس لو كانت رفيقتك ما كانت خافت تقول اسمها للمختار؟ طالما ما ردت تقول على اسمها معناها في وراها قصة كبيرة. بلكي يكون مصطفى، قصدي له وحدة من قرايبينه ساكنة هون وبعتها تسأل. لا ليكي اصحك تجيبي سيرة للمعي لأنه راح يخاف كتير، وميسا خانو ما راح تحل عني أبدا. ما راح جيب سيرة لحدا، لا تخافي. إذا بدك تشتغل معي لازم تدير بالك، فهمتني؟ ما لازم تخذلني أبدا، ولازم تكون أهل للثقة اللي أعطيتك إياها. أنا تحت أمرك. طالما منير هو اللي جابك لهون معناتها أنت زلمة يا أبو ضاي، وأنا بحاجة لزلمة مثلك أوثق فيه وأمن له على كل أسراري وأشغالي كمان. بالنسبة إلي أهم شيء هو الإخلاص والالتزام واحترام رؤسائك بالعمل. منير بيك ما عاد مديرك المباشر، وطبعا هاد ما بيعني انك ما تحترمه او تقلل احترام مع اي موظف بالشركة. وهلا ما دام صرت زلمتي من هون وطالع، لازم تاخذ اوامرك مني انا وبس. انت ساعدتني بظروف صعبة علي كتير، فما رح خون ثقتك فيني. خلينا نشوف، كل شيء بالحياة وله مقابل. إذا خليتني انبسط من شغلك بقدم لك كل شي بتحتاجه. خد هدول، اشتري لك كم طقم يكونوا مناسبين لشغلك عندي. طبعا فهمت شو قصدي. سيك شكرا لك. خد هالكرت، روح على هالعنوان وقل لهم انك شوفيري بيساعدوك. ماشي يا بيك. ميسر ليكني اجيت. ميسر ميسر. ايه لمعي، ليش فايت مثل الصاروخ شباك؟ لا بس جبت لك اللزق من عند السمان. شوفي انت بدك مثل هاد، اذا مو هو بدل لك يا. ايه روح خلص حطهم مع الزينة. يلا ما بدك تزيني البيت؟ مو هلأ لمعي روح، خلينا نفاجئ مراد بس يرجع. اف لمعي. بس انت هيك قلتيلي، قلتيلي فورا رح نبلش. يلا نزين البيت. طيب ماشي لمعي يلا تمام. موسيقى